باعتبار بغداد عنوان كبير في قيمة الحضارية والتاريخية والتراثية والدينية، وبغداد مثل ما تعرفون هي استذكار قصص ألف ليلة وليلة، المدرسة المصنصرية، موطن الأئمة. بغداد أسست للرقي والتمدن، أثره هو السياحة ومشروع دولة متكامل. فمن بغداد تفوز راح الأنظار كلها تتجه إلى بغداد. احنا مثل ما تفضلت تقريرك ان الملف يضم 9 معايير، هي الاداره السياحيه، البنيه التحتيه، تنوع انماط السياحه، البيئه وتاثيرها، بالاضافه للسلامه والامن وغيرها، وتنوع انماط السياحه. كل هاي يعني ان شاء الله احنا كملنا الملف، يعني هو باعتبار سويناه نوعا موسوعه عن بغداد. يعني للمواقع الجذب السياحي والثقافي والتراثي. بس عفوا استاذ، بس اريد اتطرق لنقطه جدا مهمه بما يخص الملف. احنا ذكرنا يمكن هو 9 بنود، كل بند من 7 إلى تقريبا 13 نقطه، بس اكو نقطه جدا مهمه انه هي كانت بايادي عراقيه، و الكميه تقلت موسوعه، هي كان اكثر من 300 صح؟ نعم بهذه الحدود. يعني وبغداد اذا تكتبين عنها بالتفصيل يعني يحتاج مجلدات ضخمه جدا. احنا اختصرنا على 9 نقاط اللي هي شامله لصناعه السياحه. مثل ما قلت يعني كل هاي المعايير هي الصب في صناعه السياحه. مثل ما تعرفين هي السياحه صناعه أكيد. تعتمد على الامن والاستقرار، البنية التحتية والفوقية، وكذلك للتواصل مع المحيط الخارجي. فإحنا هذا يعني قد الأمكان لخصنا المواقع والشواخص اللي موجودة في بغداد. يعني سلمان باك، يعني هذا سلمان باك يعني يعتبر أكبر قوس تاريخي بالعالم. المدرسة المستنصرية تعتبر أقدم جامعة في العصر الحديث، أقدم من جامعة كامبريدج 200 سنة. عندنا الباب الوسطاني بغداد به 4، تحدثنا على المتحف العراقي، المتحف الوطني العراقي اللي يعتبر 5 أفضل متحف بالعالم. تحدثنا على الكثير من الأمور. يعني بغداد يعني آلاف وعشرات ومئات المجلدات، يلا يعطيها حقها وما يعطيها حقها. نعم، هي اساسا يعني خطوه جدا جباره، وايضا تعتبر مجازفه انه راح نسلط الضوء على بغداد، واحنا مستعدين، وهذه الرساله. نعم. انه احنا مستعدين، والرساله كانت هي لجامعه الدول العربيه بما يخص التفاصيل السياحيه، بس احنا قدرنا نحقق المعايير بالشكل فعلا الحقيقي والمطلوب. طبعا المجتمع على مستوى الاماكن السياحيه. نعم، وهذا الخوف موجود بالمجتمع العراقي، لان يعني نوعا ما قله الوعي السياحي عند المجتمع العراقي. يعني احنا دائما نركز على الوعي السياحي ودائما نبخس حقنا بهاي اشياء. يعني احنا رايحين لعده مدن، وانا كنت عضو تحكيم باختيار كثير من المدن، سواء كان منظمه التعاون الاسلامي او جامعه الدول العربيه، ما تمتلكها بغداد. فقط عندنا الاعلام والترويج ضعيف، يعني مدى يوصل فكرة بين العراق آمن مستقر. أكو الآن في حكومة الخدمات بقيادة دوله رئيس وزراء تقدم يعني. على ذكر الترويج، نعم. إحنا عندنا مشكلة وأعتقد أنت تعرفها. نعم. اللي هي إحنا ما عندنا سهولة بالدخول لأهم الأماكن السياحية، من ضمنها مثلا على سبيل المثال القوس مالطاق كسرى مثلا. نعم. المكان بسياج واكو حرس واكو تخوف من دخول هذا الشخص بكامرته للمكان الفلاني. صح. هذا الموضوع احنا محتاجين انه نحسمه، خلاص لازم ينحسم هذا الموضوع. الفكره الاساسيه من ترشيح بغداد عاصمة السياحة، يعني شلون السائح يجي او مفتهمش يعني. هي ان نلغي ثقافه الممنوع. يعني ايضا انا عانيت بالتصوير ودخلت جهات امنيه وساعدونا. احنا اول شيء يعني احنا مو بالقدر اللي صدق احنا نفرح ان نكون بغداد عاصمه السياحه العربيه، بس ايضا نشد الانتباه للساده المسؤولين وصناع القرار على اهميه الصناعه كقطاع اقتصادي وثقافي واجتماعي. نعم. فمن هاي اول هدف ان نخليه ان ثقافه الممنوع ان تلغي. بعض الدول يعني تفرح أن تصور معالمها، لأن هذا دا يسوي ترويج. نعم. مجانا
صحيح. وترويج يفيدها. احنا لا العكس، فهي ثقافة الممنوع ان شاء الله المفروض بالجهود وجهودكم كاعلاميين ان نحد من عندها او نلغيها. نعم. احنا نرحب ان يعني يصور طاقة كسرى، المدرسة المستنصرية، هواي اماكن ومعالم سياحية.